بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في عالم آمال. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. اليوم إن شاء الله راني درت لكم نوع تاني من الآيس كريم أو سوسة غلاسي أو الإسكيمو، كل واحد كيفاش يسميه. خرج لي ما شاء الله هايل، طريقة هايلة. نوع تاني درت لكم نوع تاني كشباب، جربوه وما تندموش. راه هنا مخصوص شويه البروده، راني خرجته من الكونجيلاتور. غير بغيت نوري لكم الشكل تاعه كيما راكم تشوفوا. راه يبغي البروده صافي. دوك لو كان يبات منا الغدوه ان شاء الله هيخرج ما شاء الله عليه. قعدت شدته في العشيه، راه مخصوص شويه يبرد، ولا اللي يسهر حتى 12 الوحدة الزوج تاع الصباح راه يقدر ياكله يبرد قلبه. خرج لي ما شاء الله. وهذه طريقه او نوع ثاني تاع الايس كريم هذا، ما نكذبش عليكم. المهم تحكموا لي غوبلي تاع الكارط كيما راكم تشوفوا، ماشي تاع بلاستيك، تاع الكارط. ها تقصي بهذه الطريقه بالمقص حوالي 1.5 سنتيمتر. ها راك تبعي الخط هذا باش تكون لاماره كيما نقولوا حنا. شوف تقصي 1.5 سنتيمتر كيما هاك، باش مين تبغي دوك من بعد نوري لكم علاه درت هذه الطريقه. شوف لي غوبلي تاع الكارط، راني قلت لكم هنا تذوبي الشيكولا تاعك في لو با ماري، ديري اي نوع تاع الشيكولا اللي تحبيها. انا درت الامباسادور، انت ديري واش بغيتي. انا هنايا رحت مين دابت لي الشيكولا فرغت في لي غوبلي هادو بالملعقه، وبديت ندور زعما باش لو بورتور كاع يتعمر تاع الغوبلي بالشيكولا، بصح لقيتها متعبه وتضيع الوقت وصعيبه شويه. اما لي رحت درت بلا ستاتشي ما نكذبش عليكم، بالملعقه هذيك تاع اللي فيها الجلد، وبديت نمشي كاع لو بورتور كيما راكم تشوفوا. جاتني ساهله، ها كيما راكم تشوفوا مشيت بلا ستاتشي هذيك، رحمه ربي ما نكذبش عليكم. تحكمي الحليب تاعك هنايا، زوج كيلات ونص حليب تكوني خرجتيه من المجمد كيما راكي تشوفي. ما يكونش كيما نقولوا حنايا مقلاصي بزاف، لا كيما راكم تشوفوا تقدري تفتيه. ها غير بالملعقه، ها تقدري، ماشي جامد بزاف كيما راكم تشوفوا. هنايا نستعمل زوج كيلات ونص حليب، وكيلا حليب مركز، وكيلا لاشانتي. هنا كيلا وهنايا لاشانتي، والكيلة اللي درت بها الحليب المركز ولاشانتي هي نفسها زوج كيلات ونص حليب كيما راكم تشوفوا. ها راه الحليب كيفاش لازم يكون باش تخدموه في البيطرة تاعكم او بالباتر كيما بغيتو. انا نبغي نستعمل البيطرة ما نكذبش عليكم، معظم الاحيان البيطرة بزاف. شوفوا ها تقدروا تهرسوه، ها موش هذاك اللي راه مقلاصي بزاف، لا ها اللي وريت لكم باللي راكم تقدروا. ها تحكمي البول تاع البيطرا تاعك، تفرغي فيها لاشانتي كيله تاع لاشانتي، وتزيدي تفرغي عليها زوج كيلات ونص تاع الحليب اللي خرجتيه من المجمد كيما راكم تشوفي، وتخدمي جيدا كيما راكي تشوفي. بعد زيدي لافيتاس هنايا حتى يخرج لك مثل الكريمه. هنا تزيدي له الحليب المركز، كيله تاع الحليب المركز، وتزيدي تخدمي جيدا كيما راكم تشوفوا. راني نزيد في الحليب المركز، يعني يعطاها واحد لوغو ما نكذبش عليكم. خرج لي واحد الايس كريم، واحد الاسكيمو ما شاء الله. جربوه وما تندموش. وزيدي خدمي في البيطرا، والشكل دوك نوري لكم الشكل او القوام اللي غادي تحصلوا عليه. شوفي مين ديري بالملعقه، شوفي تهزيها راه هنايا حبسي الخدمه. ها شوفي كيفاش يخرج لك، ها شفتي. شوفي راني عاودت لكم، مين يوصل لهذا القوام حبسي الخدمه في البيطرا او في بالباتور كيما راك تشوفي. هذا هو القوام اللي تحصلي عليه. ومن بعد تحكمي تقسميه على زوج،
نصف درت فيه عطر الفخاز ومع شويه ملون احمر، والنصف الثاني درت فيه عطر اللافاني السائله. هنايا عطر الفخاز، وهنايا لافاني السائله، يعني واحد لي قعطات هاد لافاني السائله خيم تاع الغبره صراحه، عطات واحد ليغو هايل كيما راكم تشوفوا. فرغت وهنا تخلطي، هنا راني درت العطر مع شويه ملون كولورون احمر كيما راكم تشوفوا، وخلطي بالملعقه. هنا تحصلت على زوج الوان كيما راكم تشوفوا. حكمت لي غوبلي تاعي بعد ما خرجتهم من الثلاجه، نسيت نقول لكم مين تكملوا دهنوهم بالشيكولا دخلوهم للثلاجه. هنا بعد ما خرجتهم من الثلاجه راهم جمدولي، لازم يجمدوا. فرغي فيهم الايس كريم تاعك كيما راكي تشوفي. كنت باغيه نديرهم في لابوش، ما نكذبش عليكم، هذوك تاع بلاستيك تاع الفرينك، لقيت بالملعقه احسن ما نكذبش عليكم. ساعات واحد يعجز ويدير، مالي درت بالملعقه خرجت لي الخدمه سهله وكملت بالخف. نعمر القوالب تاعي بانواع تاع الايس كريم تاع لافاني وتاع عطر الفخاز، وندخلهم للثلاجه يبردوا جيدا كما راكم تشوفوا. دوك نوريلكم. هنا حكمت ما تبقى من الايس كريم تاع عطر لافاني، ضبطت اون بوا تاع بلاستيك، درت نصف غوز ونصف اصفر كيما راكم تشوفوا، ودرت عليه شويه كاوكاو، مكتبت عليه شويه كاوكاو كيما راكم تشوفوا، وشويه لي بيبيت ولا كيفاش يقولهم هذوك تاع الشيكولا. واش بغيتي ديكوري من الفوق، وزدت الكراميل، خرج هايل والله ما شاء الله، يبرد القلب. صح لازم يبات، لازم يضرب ليله ما نكذبش عليكم في الثلاجه، خرج هايل، كلاو منه ما نكذبش عليكم، بردوا شويه قلوبهم. بصح من الاحسن يبات باش يجمد اكثر واكثر، مين يجمد يجي في البنه هايل. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتفرحوا العائله تاعكم كيما راكم تشوفوا. الصورة راهي تتكلم وحدها. أنا نخليكم مع ما تبقى من الفيديو، أتمنى لكم صياما مقبول، ربي يعتق رقابكم ويعتق رقاب الجميع، ويحفظكم ويسعدكم ويفرحكم ويهنيكم ويعطيكم ما تتمناو. يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يا رب ارحم جميع موتى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يا رب هني كل واحد في داره وسعد كل واحد. اللهم بعد علينا بلاء فيروس هذا الكورونا ان شاء الله يا ربي. بالمناسبة للداو السانكيام ربي يفرحهم، ألف ألف مبروك العقوبة ان شاء الله الأهلية والباك، ربي يفرح جميع الأولياء وربي يسعد الجميع ويعمر داركم بالأفراح والهنا والصحة. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله. هنا تفكرت حاجة بغيت نشرحها لكم، نسيت ما شرحتها لكم أثناء الفيديو. مين تبغوا تقلعوا الغوبلي تاعكم، تقلعوا عفوا الايس كريم تاعكم او الاسكيمو من لي غوبلي، تاع
تبعوا شوفوا هنايا هذاك اللي قطعتوه 1.5 سنتيمتر، لاماره اللي درتوها هي اللي تبعوها وتنحيوا الكاغط على الايس كريم كما راكم تشوفوا. هذه اللي تفكرتها وبغيت نقولها لكم، كما راكم تشوفوا تبعوا لاماره هذيك تاع 1.5 سنتيمتر وتخرجوا بكل سهوله، تقطعوا الكوبلي تاعكم ويبقى الايس كريم وحده كما راكم تشوفوا. طريقه هايله وسهله.